بسم الله والحمد لله والله أكبر. يا أيها الذين آمنوا، لا، الله يخاطب وينهى، لا تتخذوا بطانة. شوفوا شنو البطانة هي. على كل حال، بطانة هي داخلة في خشاشكم كما يقولوا العامة، يعني مخترقين 100% من طرف أعداء الإسلام. يكون حالكم كويس أبدا، بل وما يعملوها وسبب من أسباب دفعهم الثمن هم هؤلاء الدخلاء، لأن البطانة متاعهم كانت من الكرب، وبطانتهم كانت من الصهاينة وجزء من النصارى، وهم أهل خسارة، أهل غضب إلهي هم الصهاينة، ودرجة أقل شوية عند اليهود يعني الصهاينة، ودرجة أقل منها عند الذين يدعون أنهم نصارى. هذا باطل، لا يهودية ولا نصرانية، نصرانية من يقبله الله إلا لمن كتم إيمانه، اللي قلنا يا أيها الذين آمنوا وعرفوا أن لا رجوع عندهم إلا إلى التوراة قبل أن يعبث بها، وإلى الإنجيل جوسبل قبل أربع أناجيل أو أكثر من أربع أناجيل. نعود إن شاء الله الرحمن الرحيم.